السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاه على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، ولدي من خلاله حنشارك معكم اخر اخبار محترفين واخر اخبار المنتخب الوطني الجزائري. فان كنتم تشاهدونا للمره الاولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا الانستغرام ظاهر امامكم، ولا تنسوا تضغطوا زر لايك تشجيعا لنا لنشر المزيد من الفيديوهات مستقبلا. ونبدأ أعزائي الكرام بالخبر الأول، والذي يتعلق يعني ببطولة التضامن الإسلامي والتي شاركت فيها المنتخب الوطني الجزائري تحت 23 سنة، ولكن للأسف الشديد هذا المنتخب وذلك بشكل رسمي يقصى من هذه البطولة على أيادي منتخب السعودية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. وطبعا سيواجه المنتخب الوطني الجزائري منتخب أذربيجان لتحديد المركز الثالث. المنتخب هذا كان قادر أعزائي الكرام يصل للنهائي، ولكن ها هو يودع البطولة على أيادي منتخب السعودية الذي أعزائي الكرام أقصى المنتخب الوطني الجزائري يعني سابقا في بطولة كأس العرب التي احتضنتها مصر. دائما السعودية أعزائي الكرام يعني تقصي المنتخب الوطني الجزائري، وصلنا معها لافينال ولكن بالمنتخب تحت 20 سنة وليس تحت 23 سنة. ومؤخرا منتخب السعودية فاز كذلك ببطولة يعني كأس يعني العرب التي احتضنتها ايضا السعوديه، وايضا رانا نشوفوا باللي ان منتخب السعوديه سيتوج بهذا اللقب ايضا بحكم انه تاهل للنهائي. خبرونا انتم رايكم في صندوق التعليقات للناس اللي شاهدت هذه البطوله، قيموا لنا هذه البطوله واداء المنتخب الوطني الجزائري كيف كان في هذه البطوله، بطوله التضامن الاسلامي. طبعا المباراة الأولى كما شفنا في ضيحة يعني من جانب المنتخب الكاميروني الذي لم يرغب في اللعب أمامه وضد المنتخب الوطني الجزائري، ومن بعدها استهل هو أيضا المشوار بعد مباراة الجزائر مباشرة، وكأنه يعني رسميا كانوا حابين ما يلعبوش كونتر ليكيب ناسيونال. ولكن هو المنتخب الوطني الجزائري يخرج كما قلنا من النصف النهائي. ننتقل الآن إلى الخبر الموالي أعزائي الكرام، والذي يتعلق بأحد لاعبي مزدوجي الجنسية الذي كان يفاضل ويماطل في تمثيل المنتخب الجزائري أم تمثيل منتخب فرنسا، وانتهى به المطاف لكي يكون مع منتخب الديكة ألا وهو نبيل فقير. هذا اللاعب لحد الآن لم يتعلم الدرس أعزائي الكرام، لم يتعلم الدرس وعاد للحديث عن قضية تمثيله منتخب فرنسا وكيف حال شعوره حاليا، واش راه نادم ولا لا، وهل هو فرح جدا أعزائي الكرام بهذا القرار الذي اتخذه أو شيء من هذا القبيل. فهذا اللاعب أعزائي الكرام نبيل فقير لاعب نادي ريال بيتيس وكذلك المنتخب الديكة منتخب فرنسا، عمل حوار مع جريدة ذا جارديان وصرح قائلا: لقد كانت فترة صعبة جدا بالنسبة لي، الكثير كانوا يطالبونني باللعب لصالح فرنسا، والمقربون يعني الخاصين بي أيضا كانوا يضغطون علي من أجل اختيار المنتخب الوطني الجزائري. العديد من الناس لا يمكنهم تقبل امتلاك جنسيتين من بلدين مختلفين وحبك لهما بنفس القدر، وهذا ما حدث معي. لست نادما على اختياري، مراش نادم على اختيار منتخب فرنسا، وقائلا في نهاية المطاف فزت بكأس العالم وهذا أمر ليس بسيء. نتوقف أعزائي الكرام عند هذه النقطة. يا نبيل الفقير، مع كل احتراماتي لك ولاعبي مزدوجي الجنسية كامل أعزائي الكرام، يعني أنت فزت بالمونديال مع منتخب فرنسا وأنت قاعد في دكة البدلاء، لعبت كبديل في مبارتين فقط منذ بداية البطولة إلى نهايتها وأنت كنت كبديل جليس دكة البدلاء. يعني بالنسبة لي هذا ماشي إنجاز، نعم تحققت يعني مونديال مع منتخب فرنسا آنذاك، ولكن بالنسبة لي ما درت والو، لعبت 20 دقيقة في إحدى المباريات ومن بعد لعبت يعني دخلت في الشوط الثاني. فعن أي مونديال تتحدث؟ وقال لك لا ما ندمتش على تمثيل منتخب فرنسا ومادا بيا ومازال متمسك بهذا القرار. ولكن أعزائي الكرام والله وديروا برأيي غير أنه هذا اللاعب راه نادم مثل ما ندم يعني حسام عوار، حتى هو تهمش وحتى هو لم يستدعى في الكثير من المباريات، مانيش عارفين كيفاش يعني ديدي ديشامب استدعاه في ذلك المونديال، فكان من المقرر انه سيتم معاملته مثل باقي اللاعبين الاخرين مثل كريم بنزيما سابقا الذي تهمش من المنتخب الفرنسي، وكي كانوا يفوزوا يعني المنتخب الفرنسي كي كانوا يفوز يعني مع ورفقه كريم بنزيما كانوا يقولوا احنا جبناه، ولكن كي خسروا يلصقوا فيه الخساره.
يحملوها الخسارة على الذاكرة. هكذا يتعامل الفرنسيين مع لاعبي مزدوجي الجنسية، عندك عرق جزائري هكذا يتعاملوا معك شئتم أم أبيتم، سواء أنت ولا كريم بنزيما ولا حسام عوار اللي ندم وقال ندمت وراح نجي للمنتخب الوطني الجزائري في قادم المواعيد. على كل حال قالك أنا لست نادم على خياري وفي نهاية المطاف فزت بكأس العالم، ولكن بين قوسين في دكة بدلاء علاش ما قلتهاش. صرح كذلك قائلا عن ردة والده عندما مثل منتخب فرنسا قائلا لم يتقبل الأمر تماما لأنه جزائري وكل عائلته تتواجد هنالك في الجزائر وأتفهم موقفه، لقد جرحته عندما أعلمته بخبر التحاقي بمنتخب فرنسا، هذه هي الحياة، كان هنالك قرار يجب اتخاذه وقمت باتخاذه بشكل شخصي ولست نادما عليه. هو من ناحية يندم ولا ما يندمش ربي سهل عليه، ولكن راح هذا جو بزاف لاعبين على الذاكرة، يعني كي يروحوا لاعبي هادو مزدوج الجنسية كاينين لاعبين يعني يستحقون التواجد في المنتخب الوطني الجزائري. فحسام عوار سابقا كيمثل منتخب فرنسا، ها هو جا يعني ياسين عدلي اللي راح يكون معنا في شهر سبتمبر، وحتى هذا حسام عوار راه من المتوقع انه راح يكون في قائمة الكوتش جمال الماضي في قادم المواعيد لكي يكون جديد المنتخب الوطني الجزائري ولأول مرة يحمل قميص المنتخب الوطني الجزائري بعدما مثل منتخب فرنسا وتم تهميشه في العديد من المرات، والإعلام الفرنسي هاجمه كذلك في تلك المباراة الودية التي يعني لعبها وتلك المباراة الوحيدة في تاريخ منتخب فرنسا لفئة الأكابر. بالنسبة للخبر الموالي الذاكرة ننتقل إليه، ولكن قبل ما ننتقل إليه قولوا لنا أنتم رأيكم في صندوق التعليقات، هل تعتقدون لأن هذا التصريح الصادر من يعني نبيل فقير سيؤثر على لاعبي مزدوجي الجنسية؟ لأنه لاعبي مزدوجي الجنسية هذا اللاعبين اللي اختاروا منتخب فرنسا يعني كانوا مثالا بالنسبة لهم، يعني كريم بنزيما، حسام عوار، كذلك نبيل فقير كانوا أبسط أمثلة للاعبين هادو والجيل الصاعد الذي يمتلكون يعني مزدوج الجنسية، باه يعرفوا حقا كيفاش يتعاملوا الفرنسيين مع لاعبين مزدوج الجنسية اللي عندهم عرق جزائري، كي خسروا يحصلوا فيهم الخسارة وهم لا غير. ننتقل الآن كما قلنا إلى الخبر الموالي والذي يتعلق بالدور الإيطالي، والذي شارك معنا زكرام تصريحات نوعا ما يعني مخصصة للجماهير الجزائرية، حيث صرح قائلين بالناصر شيكور وسط الميدان، وهذا الحساب الرسمي زكرام وليس حساب يعني مفبرك أو شيء من هذا القبيل، الحساب الرسمي أكد لنا هذا يعني التصريح. فتخيل معي زكرام يعني في شهر سبتمبر إن شاء الله راح تكون عندنا هذه التشكيلة في خط الوسط، عندنا هذا الثلاثي كل من بن ناصر زروقي وياسين عدلي وممكن راح يلتحق بيهم حسام عوار وإلى آخره من باقي اللاعبين الآخرين، ومهدي بوجمعة، كاين بزاف لاعبين ما شاء الله، يعني القادم أفضل إن شاء الله للمنتخب الوطني الجزائري. ننتقل الآن في عجالة إلى الخبر الموري عزيزي الكرام والذي يتعلق بودية شهر سبتمبر المقبل، أين بالماضي سابقا صرح لنا هذا التصريح الظاهر أمامكم قائلا من الممكن أن نواجه منتخبات عالمية في شهر سبتمبر أمام إيطاليا أو بلجيكا، ولكن مباشرة يعني ضرب هذا الحلم في عرض الحائط، والحقيقة المرة هو أنه بالماضي قرر التخلي عن ذلك الهدف وقرر برمجة مباريات أمام منتخبات إفريقية وفقط وحسب آخر المستجدات، حيث قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم وبالاتفاق مع الناخب الوطني جمال بن ماضي على برمجة مواجهتين وديتين أمام منتخبين إفريقيين، ويتعلق الأمر بمنتخبي غينيا وغانا. منتخب البرازيل هو أيضا قال باللي أنه إذا المنتخب الجزائري راح يكون فاضي في شهر سبتمبر راح نلعبوا له مباراة ودية. الإعلام البرازيلي واش كان يقول؟ راح يلعبوا أمام منتخب تونس ويزيدوا مباراة ودية أمام منتخب إفريقي ألا وهو المنتخب الوطني الجزائري، ولكن بالماضي لا يريد حاليا في الوقت الحالي بعد هذه المعطيات الجديدة لا يريد أن يلعب أمام منتخبات عالمية، بل يريد التركيز يعني في القارة السمراء يعني. وأكدت أيضا العديد من التقارير والمصادر الإعلامية الجزائرية عن عدم قدرة الهيئة الكروية الوطنية الجزائرية ببرمجة مباراة ودية كبيرة أمام منتخب عالمي كبير مثل منتخب إيطاليا أو الأرجنتين، يعني نظرا إلى ضيق الوقت، بعض المنتخبات راح تلعب المونديال، بعض المنتخبات عندها استحقاقات قادمة، فلهذا فشل الاتحاد الجزائري بسبب ضيق الوقت حسب ما أكدت لنا التقارير يعني في برمجة هذه المباراة. وفي نفس السياق لم يكن أمام الفاف خيارات كثيرة إلا الإسراع في ضمان برمجة لقاءات ودية مع منتخبات إفريقية، وفي وقت كانت معظم المنتخبات العالمية ضبطت برنامجها يعني لذات الفترة، ومن المقرر لعب هذه المباراتين في ملعب هدفي وهران
الجديد. احنا كنا نتوقع انه في شهر سبتمبر سيبون ما تاهلناش لكوب دو موند، راح نلعبوا مونديال مصغر. كانت وصلتنا عروض من منتخب ايطاليا، منتخب بلجيكا، كذلك الارجنتين. كنا صراحه نتفاوضوا مع منتخبات كبيره، وكنا حابين نشوف يعني مستوى المنتخب الوطني الجزائري مقارنه بهذه المنتخبات، بحكم انه فزنا على منتخب المونديالي الا وهو منتخب ايران اللي شارك بشكل منتظم يعني في المونديال، ولعبنا لهم بالتشكيله الثانيه، لعبنا لهم اعزائي الكرام بلاعبين شباب لاول مره كانوا صراحه يمثلوا المنتخب الوطني الجزائري. فلهذا احنا حبينا صراحة ان نشوف المنتخب الوطني الجزائري يعني يقارع الكبار ويلعب امام هذه المنتخبات، ولكن بالماضي غير رأيه لأسبابه الشخصية. اولا يعني بالماضي راه عنده استراتيجية التشبيب، استدعاء لاعبين جدد وامتحانهم، راه باغي بالماضي يمتحنهم يعني في مباريات افريقيه، في طابع افريقي باه منا للقدام. راح يكونوا عندنا فقط مباريات افريقيه مش مباريات امام منتخبات عالميه يعني، وهذا هو الشيء اللي خلى بالماضي اولا يركز على المنتخبات الافريقيه، ثانيا ضيق الوقت مثل ما اكدت لنا التقارير والعديد من النقاط الاخرى. صراحه حاجه مؤسفه اننا ما راحش نبرمجوا هذه المباريات، ولكن يعني من ناحيه المنفعه العامه للمنتخب الوطني الجزائري حاليا رانا نتجه في الطريق الصحيح، مع العلم اني باغي نلعب وعلى الاقل على الاقل مباراه يعني امام منتخب عالمي كبير مثل البرازيل الذي هو بحد ذاته راح يلعب لنا، مش احنا رانا حابين نلعبوا ليه. خبرونا انتم ما رايكم في صندوق التعليقات، وكان هذا فيديو اليوم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام.